يقول عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. لذلك أنا أقول: إن أردت أن تستقيم على أمر الله كن مع الصادقين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عش في بيئة إيمانية، عش مع أناس يرفعون مقامك عند الله، عش مع أناس يحفزون همتك إلى الله. لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ولا يدلك على الله مقاله. اجلس مع أناس يذكرونك بالله، اجلس مع أناس ينصحونك. المشكلة أن الإنسان إذا جلس مع بيئة لا ترضي الله قد يستنكر حالهم في بداية الأمر، لكن بعد حين يألفهم ويألف عاداتهم ويألف انحرافهم ويألف منطلقاتهم النظرية، بعد حين يقرهم على أعمالهم. فلذلك أخطر شيء في الحياة أن تكون في بيئة لا ترضي الله. الاستنكار أولي، أناس كثيرون ذهبوا إلى بلاد الغرب أول شهر شهرين ثلاثة إنكار غير معقول. يا أخي، مجتمع متفلت، مجتمع غير منضبط، إباحي. بعد سنتين أصبح مثلهم واقتنع بسلوكهم وأقرهم على أعمالهم. فالبيئة شيء أساسي جداً. وأوضح شيء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أنا أشبه المؤمن بالهاتف المحمول، يحتاج إلى شحن. ما دام يشحن بشكل نوبي، بالأسبوع مرة، بالأسبوع مرتين، يومياً يشحن بالصلوات، يشحن بدرس علم أسبوعي، درس علم نصف أسبوعي، هذا الشحن يجعله مع الدين، مع المبادئ، مع القيم، مع التصورات الصحيحة. أما إذا ابتعد عن مجالس العلم وعاش مع الناس ينكر حالهم في بداية الأمر، بعدئذ يألفهم ويختفي الشعور بالغربة. ما دمت تشعر بالغربة في مجتمع متفلت فأنت على خير.